ما عرفتش شكون في الاخوان اللي طلب مني باش 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 باش, باش نسويو بين السليق والصبر. كاين السي البار اللي تيطالب باش نحيدوهم بجوج، لانه السميق راه كيخلق واحد المرات لا منطق. دابا واش السميق في الدار البيضاء هو السميق في ازيلان؟ ما خصوش يكون، ماشي معقول، ماشي منطقي، لانه تمايا في ازيلان الا كانت عندك 2200 ولا 2300 درهم بحال اللي كتقضي السميق كتقدر تعيش نسبيا، ولكن في الدار البيضاء ما تلقاش بها باش تكري. كيفاش غيدير هذا الانسان باش يكري ويتنقل وياكل ويشرب؟ الله يكون في العون. المغاربه راه حقيقه الناس تيصبروا، واني حنايا الان بغيتوا تعرفوا الحقيقه خاص هذا الشيء. هذا واحد كتكلموا على القانون ديال الاضراب كان